لا يصادف الأول من نيسان من كل عام يوم رأس السنة الآشورية أكيتو الذي يحتفل به الكلدان السريان الآشوريين في مختلف دول العالم، ويعد عيد أكيتو الذي يحتفل هذا العام بالسنة 6769 رمزا للخصوبة والتجدد. ولنحكي أكثر عن هالعيد وعن معرض أكيتو واحد بيسعدنا نرحب بالفنان بديع جحجح والفنان نبيل السماني. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا استاذ نبيل، اهلا وسهلا استاذ بديع. اهلا وسهلا فيكم. كل عام وانتم بخير بمناسبه اكيتو. اكيتو بريخو. اكيتو بريخو. استاذ نبيل. اكيتو بريخو. ايه اكيد اكيد لكل السوريين. ايه ان شاء الله يا رب. نبلش مع الاستاذ بديع، وشفنا يمكن التعاون بالمعرض صاله الف نون مع جوليا دمنا بقصر الشهبندر بدمشق. خلينا نحكي عن هذا المعرض. أكيتو بريخو لكل السوريين ولكل اللي بيعرفوا أنه هيدي الكذبة هي كذبة مفتعلة تآمروا عليها من 450 سنة وقت اللي إجا التقويم الجريجوري وعمل رأس السنة بواحد كانون الثاني. نعم. بكل الأحوال الكذب مليان حوالينا وبهالبلاد، والمؤامرات هائلة وطمس الهويات شغال، واليوم فهم العولمة بطريقة له علاقة باندماج الهويات هو عبارة عن سرقة الهويات أو طمسة أو أدلجة هويات جديدة مختلفة عن أجيال جديدة عم تنمى بدون ما تعرف أصلها وتاريخها وكل التحولات اللي هي عم تعطي الهوية السورية. الأكيتو اليوم هو عبارة عن رحلة بدأت خلينا نقول من ألف نون ضمن نشاطاتها الثقافية، هي عبارة عن جسر بينه وبين أحد الفعاليات الاقتصادية الاستثمارية اللي هي مجموعة جوليا دمنا كبنية سياحية استثمارية إلى تأثير كانت في بلدنا بشكل راقي، وصدرت هيك قيم لطيفة من خلال العمارة والجودة وكتير أشياء حلوة، ودربت أشخاص وناس وموظفين ويعني وتبنت قضايا التراث. قصر الشهبندر أنا شخصيا له ذاكرة عندي لأنه معرض دوران واحد هو الحياة كان بقصر الشهبندر، ففي علاقة نبيلة بتربطني أنا وأشخاص جوليا دمنا، يعني بنصبح الدكتور خلدون مخلوف الحقيقة هو صاحب المجموعة والمؤثر فيها. هذا الاتحاد خليني أقول أنه في 25 فنان، والحقيقة ليش اخترت أنا صديقي الأستاذ نبيل السمان؟ لأنه الأستاذ نبيل هو فاعل وهو عميد الفنون بحزب القومي السوري، لذلك هلأ هو يمكن حياخذ المايك مني لحتى يحكي أكثر بتبحر عن هذه المناسبة. استاذ نبيل، يمكن ليا كمان لاحظنا على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا بالخمس سنوات الاخيره بلشوا السوريين يعرفوا بعيدهم اكثر، يمكن هذا العيد من السنوات الماضيه ما كثير كان معروف، خلينا نعرف المشاهدين فيه عن هذا العيد، عن تاريخيا عن طقوسه بشكل عام. هلا نحن السنه بالعام 6769 لعيد راس السنه السوريه. هذا العيد الحقيقة هو كان عبارة عن طقس يحتفي بعودة الربيع. طبعا هو عيد الحنطة، بمعنى لحنا بداية يعني أول بذرة زرعت في رحم هذه الأرض هي في منطقتنا، يعني الزراعة والاستقرار طبعا مع مجموعة منجزات تانية هي كانت بهالأرض. هلأ التأكيد على أنه نحن 6769 النظام الستيني والنظام الاثنى عشري هن كمان منجز أهل هذه المنطقة الأصلاء، بمعنى أنه هن قسموا السنة ل 12 شهر، وهن قسموا الشهر ل 30 يوم، وهن قسموا اليوم ل 24 ساعة. يعني عمليا هذا المنجز اللي قدم برح، يعني دائما السوريين كانوا يعملوا المنجز ويقدموه مع 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 بيقدموه بكل رحابة للإنسانية قاطبة. فهي أهمية اليوم. الأكيتو كان عبارة عن طقس. هلأ في أكثر من مصدر بيقولوا كيف كان ينشغل، كان يبلش يمكن ب 21 آذار وختامه يكون بواحد نيسان. أحيانا بيقولوا بيبلش بواحد نيسان وبيكمل، بس يمكن غالبا كان يبلش ب 21 آذار يعني بالانقلاب الربيعي لا واحد نيسان. هي مجموعة احتفالات بيتم قراءة طقوس أسطورة الإينوما إليش
اللي هي اسطوره الخلق السومريه البابليه السوريه، بمعنى الرافدي، وبمعنى بلاد الشام يعني الهلال الخصيب. كل هاي المنطقه كانت تحتفل بعيد رأس السنة السوري، ولفترة طويلة يعني لفترة مو من بعيدة. احنا بقينا نحتفل، حتى الكنيسة المشرقية هي كانت احتفالاتها مو برأس السنة السورية، لأنه لحنا كونه ممتدين بعمق التاريخ. هلا اليوم بجوز حدا يسأل انه شو بدنا بقصة انه لحنا 6769؟ لا بدنا، لأنه اللي شفناه باللي مرق على سوريا، شفنا انه احد استهدافاته هو التراث، وهو تدمر، وهو هاي الاثار. فبالتالي في حدا مثل ما قال الاستاذ بديع بده يطمس هذه الهويه، بده يخلينا لحنا شعوب نفقد تنسى تاريخها، نكهتنا الخاصه وهي. فلحنا الحقيقه اليوم قلنا انا ومجموعه من المثقفين، يعني من 4-5 سنين بلشنا بانه نحكي بموضوع الاكيتو، وكان استاذ بديع معنا، فرجعنا عم نعيد القلق الحقيقه وعم لهذا لليوم بنلاحظ بالساحل السوري الاكيتو بسموه عيد الرابع، يعني موجود لليوم بتراثنا، موجود لليوم بثقافتنا المحليه. نعم استاذ بديع، يعني جيل جديد طالع على الحياه، يمكن ما كثير بيعرف بهي الثقافه او بهذا العيد او بهي المناسبه. اليوم من خلال الفن نحن كيف دورنا لحتى نوصل شو يعني اكيتو من خلال اللوحات، من خلال الالوان، يمكن ومن خلال ايضا مثل ما ذكرت انه اختيار المكان كمان بالشام القديمه له علاقه اكيد كثير كبيره. خلينا نقول انه المعرض بشكل عام هو عبارة عن اتحاد لمجموعة من الفنانين، هن مؤمنين بالتيارات اللي احنا عم نشتغل فيها من حيث نشر المعرفة من خلال ثقافات مختلفة. فكل وعي عند كل فنان عم بيقدم عمل لإله، وليس تفصيل أو حال مباشر عن الأكيتو. نعم. إنما هي إجت الاحتفالية من أنه نحن عندنا 25 فنان نوجه له تحية جميعا، يعني حنقدر نذكر اسمائهم كلياتهم اليوم، لكن بنتمنى وبندعي كل الناس اللي عم بيشوفونا انه يزورونا بقصر الشهر بندر، لانه احنا مستمرين ل 17 نيسان لعيد الجلاء. نعم. لا يوم عيد الجلاء، جلاء الفرنساوي، جلاء المحتل، جلاء كل الغضب والقبح اللي عم بيتمارس على هذه المنطقة. فلذلك نحن الوقت واللحظة والزمن اللي عم نجتمع فيه على المحبة وعلى تكريس فكرة استعادة هذه الهوية المخطوفة من خلال تيارات عولمة اليوم ممنهجة عم تحاول فعلا بوعي كبير انه تأثر على اجيال ما عم تعرف بالضبط الطريق او البوصلة. صحيح. هذا المعرض هو جزء دي البوصلة، اكيد اللغة العربية لم تخلو من اللوحات، يعني كل لوحات يعني في مجموعة العربي. في خليط كبير حقيقة من اللوحات، اختلفت بين البورتري، واختلفت مع لوحة الأستاذ نبيل لها علاقة بالأسطورة، لوحتي لها علاقة بالشام، لوحة أصدقائنا، اختلفت بين البورتري والتعشيق والمدن، ويعني أشكال كتير ما حنفوت بتفصيل كل لوحة، إنما الحالة ككل، حالة الاحتفال باللون وباللوحة وبالموسيقى بهيك مناخ وبهيك بيئة وبهيك وقت، هو مؤشر على أنه نحن موجودين وعم نحاول قدر الإمكان نقول هذا الدوران التصاعدي الارتقائي ما بيخلينا أبدا نبعد عن هويتنا وننساها. أكيد أستاذ نبيل، مثل ما عرفنا حضرتك مشارك كنت بالمعرض، خلينا نحكي عن اللوحة اللي اخترتها لتكون بأكيتو واحد. هلأ أنا عم بشتغل على مشروع، وهي لوحة، اللوحة واحدة من هذا المشروع. مشروع اسمه في البدء كان الوطن. الحقيقة هذا المشروع من وقت دخول القوات الأمريكية لبغداد بال2003 إذا منتذكر، شفنا سرقة آثار متحف بغداد، ونحن بنعتبر أنه هاي المنطقة قبل سايكس بيكو هي منطقة واحدة، منطقة بلاد الشام والهلال، يعني والرافدية يعني اللي بنسميها الهلال الخصيب. فالحقيقة سرق أهم إرث عالمي إنساني من هذا المتحف، من ضمنهم قيسارة اللي كانت يتم عزف فيها بمعابد عشتار،
هاي القيسارة يعني اليوم بيعتبروها هي من أهم القصص اللي لها علاقة ببداية الفنون وبداية الموسيقى وبدايات كل البدايات كانت من هاي الأرض. فالحقيقة هذا الموضوع لا نوصل لأنه كيف تدمر وشو صار بتدمر، الحقيقة كان هذا الموضوع موضوع مستفز لي، فأنا اشتغلت على هذا المشروع، يعني إني أنا أرجع اشتغل أخذ من التراث أخذ من الأسطورة وارجع أعمل لوحة معاصرة. يعني اللي احنا اليوم ما عم نقدم وثيقة بقدر ما عم نقدم روح هذه الأسطورة أو روح هذا التراث اللي هو تراث حكيته أنه لا مادي، لا هو تراث يعني بمعنى أنه هو كان في عمارة، كان في بدايات كل الأشياء اللي هي قدمت للإنسانية. بنرجع منقوله وفي شيء أساسي أنه اللي ماله ماضي ماله مستقبل. فهذا الموضوع اليوم لحنا ما أنه لحنا عم نتغنى بالماضي، لأنه في مدارس اليوم بموضوع الحداثة وما بعد الحداثة بغربوا أحيانا مثل ما قال أستاذ بديع، يعني بموضوع العولمة وتحويل المجتمعات لمزاج واحد كلهم بيتزوقوا نفس الموسيقى وبيسمعوا نفس الأغاني وبيشوفوا نفس البرامج، هذا في تعميم وفي تعمية لثقافة واحدة هي ثقافة الفاست فود اللي هي سريعة، اللي هي ما فيها عمق، ما فيها دراسة، ما فيها بحث، ما فيها عبارة المستريح مثل ما بيقولوا، يعني تماما جاهزة يعني هلا بس بدي اقول شغلة انه لحنا بالفن التشكيلي عم نحاول ننتصر للتراث. في قبلنا ناس اشتغلوا على اللغة، اشتغلوا على الشعر، يعني في شعراء بسموه شعراء التموزيين اللي كان من ضمنهم أدونيس وكان من ضمنهم الماغوط ومن ضمنهم فايز خضور، هدول من يلي اشتغلوا كمان على، حتى بدر شاكر السياف في العراق اشتغلوا على موضوع الأسطورة، اشتغلوا على موضوع عشتار وتموز، إنانا وديموزي عناتو، يعني في هالثنائيات دائما منشوفهم موجودين بهي الجغرافيا الحقيقة، مثل إيزيس وأزوريس بمصر، مثل أفروديت وكذا باليونان اللي هن أخذوا عن الأسطورة السورية أصلا وغيروا التسميات، موضوع الآلهة والصراع الآلهة وهذا الكلام. فلحنا بداية الثقافات، بداية الفلسفة، بداية الفكر الديني كله من هاي المنطقة. نعم أستاذ بديع، على أي أساس تم اختيار الفنانين؟ على أساس الحب. على أساس الحب. نعم يعني مين، يعني كيف هيك قلنا 25 فنان مشارك بالمعرض، ولكن كيف تم اختيار أنه أوكي هاي اللوحة رح تكون بهذا المعرض، هذا الفنان رح يشارك بهذا المعرض، شو هي يعني الرسائل أو على أي أساس اتبعتوا أنكم تعتمدوا؟ يعني هي اجت الفكرة، فكرة الاحتفال بأكيده انه احنا عنا مجموعة كبيرة من المقتنيات، عنا مجموعة كبيرة من الاعمال لفنانين احيانا لم يتسنى لهم انه يكون لهم معرض فردي عام او انه لهم زمان ما عرضوا فرديا مثلا باماكن خاصة، فتم الانتقاء على هذا، على هيدي الجزئية يعني، وقدرنا فعلا نعمل خليط سوري يعني مشكل من مناطق مختلفة ومن تيارات فهم للوحة التشكيلية كمان بطريقة مختلفة. احنا اليوم تشوفي لقلك دائما وابدا منحب فناننا جدا ومنحترمه ومنقدره وما عنا مزاج النخبوية، لانه اصلا تيارنا كالف نون احنا ضد الشلالية وضد النخب المعزولة عن الثقافة العامة والمجتمعات هي. فلذلك فينا نقول احنا بتعرفونا انتو، بيعرفونا كل الفنانين، احنا اليوم اكيتو واحد، ربما عنا الخمسة وعشرين فنان لكن غالبا باكيتو اثنين، او حيكون في عنا كمان صيحات مختلفة لتيارات فهم لعالم اللوحة والتشكيل وحتى المواضيع والتشكيلات، وحيكون في عنا مجموعات لفنانين اخر ما قدرنا يكونوا معنا بهذا الأكيتو، بس أكيد بمرات جاي رح يكونوا أكيد بمرات جاي رح يكونوا of course of course أكيتو أنا أكيتو معهم كلهم أكيتو معك. يمكن لي الوقت داهمنا، بس سريعا بدنا نحكي عن موضوع كذبة أول نيسان، وخلينا نحكي عن ارتباطها بهذا العيد، خلينا نخبر المشاهدين عنها هيك لو ما معنا كتير وقت مع الأستاذ نبيل. يعني هلا انا يعني مالي كثير مع نظريه المؤامره انه في سبب كان بانه يتم تسميه هذا اليوم بيوم الكذب، بمعنى
بمعنى انه لتغيير. بس يبدو هيك يعني لحنا اللي كانوا يحتفلوا برأس السنة السورية صار يخافوا ويترددوا لأنه صار في تصدير لأنه هذا اليوم بمعنى أنه 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 يعني أنه ما تصدقوا أنه هذا اليوم هو رأس السنة السورية. هلأ كيف صار هذا الشيء بالتراتبية وأنه سنة صار هذا التحول؟ الحقيقة ما بنعرف بالضبط، بس أنا بشوف اليوم كتير مهم نرجع نضوي لسوريتنا، يمكن لتاريخنا أكيد، لأنه نحن بحاجة الحقيقة لنعتز بهذا الماضي وبهذا التاريخ. هل أنه الملك أو الإمبراطور تشارل أو لويس السادس عشر من 450 سنة قال أنه دائما مشان يعمي الواحد نيسان ويحولها لكذبة أنه سماها أبريل فول، يعني قلت كيف هذا أحمق نيسان، أنه للي ما بيعرف أنه انتقل هذا العيد من هذا المكان لهذا المكان. شوفي بكل الأحوال نحن وأخي نبيل وكل السوريين اليوم نعتمد منظومة اشتغلنا عليها وقت نقول العلمانية، نحن علمانيين أصلاً بالمطلق مهما اختلفت مشاربنا الدينية، لأنه المشارب الديني أو الاعتقاد هو بنية فكرية وثقافية، لكن نحن مؤمنين عبر العلمانيين مؤمنين أنه نحن الدين الحقيقي هو الأنسنة وفهم عوالمنا لا نختلط بالآخر بس بهويتنا. نعم. وهويتنا القوية اللي بنعتز فيها. نعم أستاذ بديع، نحن كتير بدنا نشكرك وأكيتو مبارك أو بريختور أكيتو بريخو بريخو وأستاذ نبيل كمان شكرا كتير لك، شرفتونا وشكرا. أكيد نحن نفتخر بالناس يلي بيرجعونا هيك نسترجع ذواكر حضارتنا وننشرها من أجيال جديدة. شكرا كتير. شكرا لتواجدكم دائما، والثقافة دائما والهوية السورية موجودة وأكيد لا يمكن طمسها. شكرا.